بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، إخواني أخواتي أصدقائي الأعزاء. اليوم يا جماعة أنا جايب لكم برنامج بلندر، برنامج لتصميم تصميمات ثلاثية الأبعاد. البرنامج ده يا جماعة إمكانياته خرافية، والميزة الكبيرة اللي فيه إن هو برنامج حر ومجاني. يعني أنت هتنزله من موقع الخاص بالبرنامج، اللي انا هحط لك الرابط بتاعه اسفل الفيديو. الموقع هتنزل منه البرنامج. البرنامج مساحته تقريبا حوالي، زي مثلا يا جماعه البرنامج مساحته حوالي 84 ميجا لل 64 بت، ومساحته حوالي 77 ميجا لل 32 بت. وطبعا هو في اصدارين اتنين، طبعا من 84 او 110. المهم البرنامج برنامج ممتاز 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 للناس اللي هي غاوية، أو الناس اللي حابة تشغل ثلاثية الأبعاد. والبرنامج الرخصة بتاعته مجاني، يعني وانت بتسطبه مش هيطلب منك لا اكتيفيت لا تنشيط ولا سيريال نمبر ولا أي شيء. برنامج بيستخدم فيه بقى، بيستخدم في الأفلام ثلاثية الأبعاد، وفي الخدع السينمائية، وفي برامج تفاعلية ثلاثية الأبعاد اللي هي ألعاب الفيديو. بيستخدم في الطباعة ثلاثية الأبعاد، متوفر لأكثر من منصة يا جماعة، من ضمنها برضو اللينكس. بيشتغل مع اللينكس ومع الماك ومع الويندوز. وانت بتنزل بتخش على الموقع هتشوف اختيارات. برنامج بيتضمن أشياء كتيرة جدا، انت ممكن تخش وتقرأ وتشوف. ويوجد أيضا متتبع للكاميرا ومحرر الفيديو. انا هسيب لك رابط اسفل الفيديو برضو، للي ما عندوش فكرة عن البرنامج ممكن يقرأ عن المميزات بتاعة البرنامج، المقارنة بينه وبين البرامج التانية اللي هي ثلاثية الابعاد، الاستخدامات في الانتاج، واجهة المستخدم، متطلبات التشغيل، الصيغ، الملفات والتطوير، ومراجع ووصلات خارجية. يعني شوية معلومات ممتازين جدا للي ما عندوش فكرة بالبرامج اللي هي ثلاثية الأبعاد وبرنامج بلندر بالأخص. طيب البرنامج يا جماعة يعني محتاج جهاز، عشان نكون واضحين، محتاج جهاز يكون له كارت شاشة، ما يكونش شاشة بتاع كارت شاشة بي ال تي ان، ويكون رامات ما يقلش عن 4، ولو كانت 8 يبقى أفضل. ويبدأ من كور اي 5 عشان البرنامج يشتغل. انت ممكن تنزل البرنامج على جهازك، لكن احيانا ممكن البرنامج بعد ما يتسطب ما يشتغلش. وانا هديكو امثلة لبعض النسخ اللي انا نزلتها على جهازين اتنين. نسخة اشتغلت لان كان كارت الشاشة بتاعها طبعا اي ام دي، وجهاز كور اي 5 ورامات 4، يعني امكانيات عاليه. وفي جهاز ثاني هوريه لكم برضو المواصفات بتاعته ما اشتغلتش، ونعرف ليه ما اشتغلتش. لكن المشكله مش في البرنامج، يبقى المشكله ممكن تكون في الجهاز. طيب هنشوف دلوقتي الواجهه بتاعت البرنامج، المستخدم بتاع البرنامج، ادي الموقع بتاع البرنامج اللي انت هتنزل منه. انا هسيب لك الرابط بتاعه اسفل الفيديو. البرنامج اهوت، بتعمل داونلود بلندر اللي هو اخر اصدار 2.8 من 10. طبعا بقى النسخه دي هتبقى موجوده معاك على الجهاز، على النسخه موجوده على اليوتيوب. ممكن اي حد يخش بعد سنه بعد اتنين، هيكون في اصدارات نزلت احدث، الواجهه بتتغير، مفيش في اي مشكله. طبعا في اختيارات للنسخ اللي انت عاوز تنزلها، الماك او اس واللينكس واذر فيرجن، الاصدارات بتاعته. ويندوز 64 بت اوت، مساحته 84 ميجا. ويندوز 64 مضغوط 110، وال 32 بت انستول 77 ميجا. وهنعرف الفرق بين ال 64 وال 32، وانت ممكن لو ما عندكش فكره هتشوفها ان شاء الله اما تكمل الفيديو ده للاخر، هتعرف ازاي تفرق بين ال 32 وال 64، وتعرف جهازك اذا كان هو 64 او 32 بت. بس لازم تشوف الفيديو ده للنهايه عشان تعرف كل المعلومات ديت. طبعا التسطيب بتاع البرنامج برضو هتلاقيه موجود في الفيديو، برضو ازاي تسطب البرنامج. البرنامج جميل جدا جدا يا جماعه، طبعا زي ما قلنا مفتوح المصدر، وامكانيات عاليه بطريقه مش معقوله للناس اللي حابه تشغل في البرامج ثلاثيه الابعاد. وهسيب لك كتاب عن اللي هو ذا بيجنر جايد تو بلندر، ازاي تبدا
تتعامل مع البلندر. النسخة دي انجليزي، هسيب لك الرابط بتاعها اسفل الفيديو، برضو نسخة حلوة قوي للناس اللي غاوية تتعلم وتاخد فكرة. هسيب لك الرابط بتاع اسفل الفيديو ازاي تنزل الكتاب ده. وفي مجموعة كتب برضو من ضمنها الكتاب ده اللي هو بيلدينج جيم ويز ايه يونت اند بلندر ليرن هاو تو بيلد كومبليت 3 دي جيم، يعني ازاي تعمل لعبة كاملة على البرنامج، برضو النسخة انجليزي. يا جماعة الحاجات الموجودة في البرامج دي بالذات ثلاثية الابعاد المحتوى العربي قليل قوي اللي شارح فيه، ولو لقيت هتلاقي امكانيات في الشرح ضعيفة شوية، لكن بصراحة المحتوى الاجنبي هتلاقي شرح فيه بتوضيح وبساب. هي محتاجة شوية لغة، واللي عنده فكرة طبعا هينزل الكتب ديت، وهسيب لك الرابط بتاع الكتاب ده اسفل الفيديو. مجرد انت هتضغط هنا على داونلود هيبدأ ينزل معاك الكتاب. وفي برضو اكتر من كتاب تاني، يعني عندي مثلا ثواني كده في مجموعة من الكتب حلوة قوي، هسيب لكم الرابط. يعني لو انت نزلت الكتابين دول او الثلاث كتب دول هتلاقي الرابط بتاعها اسفل الفيديو اهوت. ان شاء الله مجموعة من الكتب جميلة جدا، تقدر تخش وده وتقرأ وتتعلم وتاخد فكرة عن البرنامج اللي هو بلندر. ماشي يا جماعة، يبقى كده احنا ايه دخلنا في المعلومة. هوريكم بقى ازاي البرنامج يشتغل على جهاز. يعني ادي هنبدأ بقى نشوف أمثلة، مثال على جهاز أنا سطبته البرنامج عليه، نزلته والبرنامج كان 64 بت وسطبت البرنامج زي ما انتم شايفين، أدي النسخة اهيت، ولكن النسخة ما اشتغلتش. وتعالوا هنشوف ازاي نعرف ازاي ما اشتغلتش. أجي أضغط على الأيقونة بتاعت البرنامج بلندر اهيت، ظهرت على سطح المكتب. مجرد ما بضغط عليها كده بيبدأ يديني الرسالة دي. الرسالة دي معناها إن كارت الشاشة اهي، بيقول لي جرافيك كارت، كارت الشاشة فيه مشكلة. ماشي، هيقول لك حدث، هيقول لك طور، هيقول لك خش على الموقع اعمل ابديت لكارت الشاشه. طبعا كل ده يا جماعه استحاله مش هيشتغل، لان نوع كارت الشاشه الموجود على الجهاز مش مدعم ان هو يشغل برنامج بلندر، وامكانيات الجهاز ضعيفه. طب هنعرف ازاي كارت الشاشه بتاعنا الموجود على الجهاز، ونعرف ازاي امكانيات الجهاز بتاعنا ضعيفه. ماشي، تعالوا نخرج من هنا بقى كده. ماشي، نروح على ماي كمبيوتر هنا اهو، كليك يمين بضغط على المفتاح الايمن واضغط على خصائص اللي هي بروبرتس بالانجليزي كده. ماشي، بيفتح لي القائمه بتاعه الايه النسخه بتاعتي، نسخه الويندوز. بيقول لي هنا في السيستم عشان اعرف مواصفات الجهاز بتاعي، البروسيسور بتاعه اهوت، البروسيسور بتاعه اهوت، والرامات عندي 4 اهيت، والسيستم طيب ال 64 بت. دي الجزء اللي انا كنت كلمتكم فيه من شويه في اول فيديو، اللي انت ازاي تعرف جهازك نسخته 64 او 32 بت. مجرد ما بتضغط كده بتروح للسيستم طيب هنا 64، يبقى بالتالي لما احتاج انزل نسخه هختار 64 بت زي ما انت شفتوا ايه في اول فيديو وانا بشرح اختيارات ان انت تنزل 64 او 32. يبقى كده من ماي كمبيوتر ومن الخصائص عرفت نسختي 64 او 32، وبناء عليها هنزل النسخه بتاعتي. خلاص، طيب تعال نشوف كارت الشاشه. بروح حاجه اسمها الديفايس مانجر، ادي الديفايس مانجر، واروح لحاجه اسمها ديسبلاي ادابتر اهي، بيبان لي ادي الموديل بتاعي بتاع كارت الشاشه اهو. طبعا الموديل بتاع كارت الشاشه ده مش مدعم او مش يناسب برنامج بلندر، لان برنامج بلندر برنامج جرافيك عالي وثلاثي الابعاد طبعا ما يدعموش، لان محتاج انا نسخات بقى اللي هي كروت شاشه نيفيديا والاي تي اي والاي ام دي، كروت الشاشه العاليه، وما يقلش عن رامات كارت الشاشه بتاعه 2 او 3 او 4 وهكذا. خلاص، يبقى هنا كده عرفت ازاي او اعرف مواصفات الجهاز بتاعي. لو سطبت النسخه ونزلتها وما اشتغلتش، العيب مش في الجهاز، مش في النسخه، العيب في الجهاز بتاعك، العيب في الجهاز بتاعك. لو تقدر تطور وتعدل وتنزل كارت شاشه يبقى كان بقى، ما كانش يبقى تنزلها على جهاز بالمواصفات اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي وانا بشرح تكمله للفيديو. برضو انا بقول لك كمل الفيديو للنهايه، هشرح لك على جهاز تاني اشتغلت عليه لان كان كارت الشاشه بتاعه اي ام دي ومواصفاته عاليه. أه
في الجزء ده يا جماعة هنشوف طريقة ازاي نسطب البرنامج، ودي الطريقة اللي احنا بنسطب بيها البرنامج، وتبدأوا معانا واحدة واحدة. تابعوني على الشاشة وشوفوا الخطوات اللي هي بتتم. دي الطريقة اللي هي العملية جدا لتسطيب البرنامج، وزي ما انتوا هتشوفوا للنهاية لا بيطلب سيريال نمبر ولا اكتيفيتيشن ولا اي شيء، لان برنامج مفتوح المصدر. ماشي يا جماعة؟ يلا يا جماعة تابعوني. وهنا كده يكون وصلنا لنهاية تسطيب البرنامج، نضغط على فينيش كده وهتشوفوا دلوقتي وانا بفتح البرنامج، ادي الايقونة بتاعته اهي، الايقونة بتاعت برنامج بلندر، وده جنبها البرنامج اللي هو ايه اللي هو اللي احنا سطبناه. ماشي؟ مساحته يا جماعة يعني مساحته صغيرة جدا، حوالي 63 او 65 ميجا، مساحة صغيرة. طبعا ده لأول مرة بياخد وقت كده، بيعتمد على سرعة الجهاز يا جماعة. وادي البرنامج فتح معانا وبكده يكون خلصنا. طيب هنا كده يا جماعة بقى هنشوف مواصفات الجهاز اللي احنا هنسطب عليه البرنامج اللي هو ايه البلندر. هنشوف المواصفات. اولا بنروح لماي كمبيوتر كده، ادي ماي كمبيوتر اهيت، ادي ماي كمبيوتر، ونروح لبروبرتس اللي هي الخصائص يعني، ونشوف ادي المواصفات بتاعت الجهاز. ادي الجهاز، ادي السيستم بتاعي، ادي البروسيسور انتل كور تي ام اي 5 2410 ام، سي بي يو السرعه بتاع البروسيسور 2.3 جيجا هرتز، ورامات انستول ميموري رام 4. طبعا ماشي يا جماعه 4. طبعا البرنامج سيستم تايب 64 بت اوبريتنج سيستم. وانت جاي بتنزل برنامج تاخد بالك انت نسخه الويندوز عندك هل هي 64 بت، يبقى تنزلها من الموقع تختار ال 64 بت، يبقى بلندر 64 بت. هل لو هي 32 بت يبقى تنزلها 32 بت، لان في دي كتير قوي بيقع فيها يا جماعه. يبقى قبل ما تيجي تنزل من الموقع، والموقع زي ما احنا اتفقنا تنزيل البرنامج مجاني، تروح لماي كمبيوتر وتضغط على كليك يمين بروبرتس اللي هي الخصائص، وتشوف ايه سيستم تايب 32، يبقى تنزل 32 بت اوبريتنج سيستم نظام التشغيل يعني، 64 تنزل 64. طبعا انا بتكلم على البروسيسور، انا بتكلم على البروسيسور والرامات، لان دي مهمه جدا في موضوع البرنامج، مهمه جدا في موضوع البرنامج، وهتعرفوا ليه ان هي مهمه. لازما مش كل البرامج، مش كل الاجهزه بتشتغل عليها برنامج بلندر يا جماعه، لان برنامج ده فيه 3 دي وبرنامج جرافيك عالي، بيشتغل في الالعاب وبيشتغل في تصميمات حاجات امكانيات عاليه، مهم جدا يكون مواصفات الجهاز. طيب عاوز اهم شيء بقى بعد كده اشوف كارت الشاشه. كارت الشاشه اجيبه منين؟ اشوفه منين؟ اروح للديفايس مانجر اهو، اضغط على الديفايس مانجر كده. ماشي يا جماعه، بيفتح لي الديفايس مانجر. ماشي، واروح لحاجه اسمها اللي هي ادابتر كمبيوتر اهوت، ادي الكمبيوتر بتاعي. هاجي حاجه اسمها اهي اي سي بي 64 بت بيز
اللي هي فين الديسبلاي ادابتر بقى. بص يا جماعه اروح بقى اهي ديسبلاي ادابتر اهو اري ادي ديسبلاي ادابتر اهي كارت الشاشه ده اضغط عليه كده ده بيقول لي كارت الشاشه بتاعك اي ام دي ريدون اتش دي 7400 سير. يبقى نوع كارت الشاشه مهم لان في اجهزه هتيجي تشغلها مش هتلاقي بعد ما تسطب البرنامج مش هيشتغل لان نوع مش داعم البرنامج الكارت الشاشه مش داعم للبرنامج. تاني اهو اجي اعمل بروفيرتس كده ماشي اهو كارت الشاشه بتاعي بيقول لي اي ام دي ريدون اتش دي 7400 ده كارت شاشه منفصل يبقى كارت شاشه مش ايه مش بيلت ان على على البورده ماشي مهم جدا يعني اي واحد عنده كارت شاشه ممكن يكون واحد جيجا 2 4 3 4 ممكن يشغل ماشي ده مهم جدا يعني مثلا لما تيجي تشغل برنامج وما يشتغلش معاك تشوف السبب لازم هيكون في مشكله عندك في الجهاز يبقى احنا دلوقتي ادي جهاز وشفنا المواصفات بتاعته ولما نيجي نسطب البرنامج هنسطب البرنامج ونشوف ايه اكيد بالنسبه للمواصفات دي هيشتغل الجهاز البرنامج. طيب اهو خرجنا وعرفنا بقى كارت الشاشه وعرفنا حاجه ادي البرنامج اهوت بعد ما سطبناه لما نيجي نضغط على كده بلندر كده طبعا احنا بنشوف اللي هي مواصفات الجهاز اللي انتوا شفتوه عليه اهوت بعد ما سطبناه بنشوف البرنامج هيشتغل معايا ولا مش هيشتغل اهوت اقف استنى الشاشه دي تنتظر بالنسبه لها شويه مفيش مشكله ممكن تاخد معانا وقت شويه كده ادي البرنامج فتح معايا طبعا المده اللي يعني مجرد ما بتضغط على المده اللي مجرد ما بتضغط على اللي هو الايقونه بعد التسطيب البلندر ده وفتح الشاشه مرتبط بايه يا جماعه؟ مرتبط زي ما قلت لكم كل شيء مرتبط بايه؟ مرتبط بمواصفات الجهاز بتاعك يعني في واحد ممكن يفتح يضغط ضغطتين كده على الايقونه دي البرنامج معاه يفتح معاه مباشره كده يفتح معاه مباشره ده مرتبط بايه؟ مرتبط بالمواصفات اللي هي بتاعت الجهاز في جهاز ايه كور اي 5 في جهاز كور اي 7 في جهاز كور اي 3 في كارت شاشه 4 في كارت شاشه 2 في كارت شاشه 1 في رامات 8 في رامات 16 ده كل ده مرتبط بالحاجات دي يا جماعه ادي الجهاز مواصفاته زي ما قلنا لكم اهو بنعيد تاني الموضوع ده ايه اشتغل معايا لان البروسيسور بتاعي كور اي 5 والسرعه بتاعت البروسيسور دي مهمه جدا يا جماعه السرعه دي 2.3 جيجا ورامات 4 طبعا وبالرغم كده خد وقت بالرغم ان الاربعه ده كده خد وقت وكارت الشاشه زي ما قلت لكم ده مهم جدا كارت الشاشه برضو اشوفه ديسبلاي اهي ديسبلاي ادابتر اهو اي ام دي ادي كارت الشاشه بتاع اي ام دي ماشي يبقى اشتغل معايا طيب لو ما اشتغلش جيت انت ضغطت هنا على العلامه دي وظهرت لك الشاشه السوداء كده وما فتحش معاك يبقى مواصفات جهازك او امكانيات جهازك ما بتدعمش البرنامج كارت الشاشه عندك ضعيف راماتك قليله البروسيسور بتاعك امكانياته قليله سرعه البروسيسور كذا يبقى ده مش عيب في البرنامج يا جماعه ماشي وزي ما شفنا ادي البرنامج ماشي دي الواجهه الرئيسيه بتاعته وتبدا بقى تعيش حياتك وفي مواقع كثيره جدا لشرح البرنامج وهنزل لكم ان شاء الله كتاب برضه لشرح البرنامج هسيبه لكم في الرابط اسفل الفيديو احط لكم اللينك بتاعه وده برنامج جميل جدا وميزته ان هو مفتوح المصدر يا جماعه يعني ما عندكش مشاكل مش زي برنامج المايه والحاجات دي برنامج مش هيجي لك بعد كده رساله يقول لك انت البرنامج ده منزله ما عملتلوش مش هيجي لك رساله يقول لك البرنامج ده مثلا ما اكتفتوش الكي لايسنس السيريال نمبر الحاجات دي لا برنامج شغال معاك ممتاز وبيدي نفس الامكانيات البرامج اللي هي مقفوله المصدر او اللي هي نظام اللي هي بتتباع وامكانياته عاليه جدا ده البرنامج اخر اصدار بتاعه اللي هو في 2.8 وبكده يا جماعه يكون خلصنا الفيديو والى اللقاء في فيديو اخر واتمنى ان انتم تستمتعوا ببرنامج بلندر وتعملوا بيه اشياء ترضي ربنا يا جماعه يعني عمل يرضي الله عمل انت هتسيبه على النت وعلى اليوتيوب الموضوع مش موضوع اكون يوتيوبر ومشاهدات ولايكات واخر الشهر هيجي لي منه فلوس لا انا عاوز اعمل عمل يرضي ربنا يبقى صدقه جاريه انا بستخدم برنامج بلندر ده ممكن يستخدمه في ايه؟ في دعايه للاسلام في اعمال خيريه في اعمال كذا في حاجات جميله جدا جدا جدا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي العزيز أختي العزيزة، لا تنسوا الاشتراك في القناة، فعل الجرس واضغط على سبسكرايب، فعل الجرس عشان يوصلك كل الإشعارات الجديدة إن شاء الله.